ثواني تم رفض جلسة مؤتمر قمة تغير المناخ والمؤتمر كوب 27 الحمد لله بنتيجة ناجحة أكدت مرة أخرى اهتمام مصر بالعمل الدولي متعدد الأطراف، سعيها دائما للعمل على تحقيق التوافق والتفاهم، وقدرتها من خلال مؤسساتها ومن خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الإعلان عن فوز مصر باستضافة هذا المؤتمر لكل الفعاليات التحضيرية التنظيمية والموضوعية، ودعم سيادته لعمل الأجهزة المصرية المعنية في النواحي التنظيمية والموضوعية. المؤتمر على مدى الأسبوعين شهد مشاركة ل 112 رئيس حكومة ودولة، فعاليات خلال الشق الرفيع المستوى لدوائر مستديرة تناولت عديد من موضوعات ذات الارتباط الوثيق بقضايا تغير المناخ. تم خلال المؤتمر طرح الأيام الموضوعية بمشاركة عدد كبير من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، كما تم التفاعل مع كافة المستويات الرسمية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال في أحداث متتالية تفتح مجالات عديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين في إطار دعم مجهود مصر في مجالات التخفيف والتكيف من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ. ما حققه هذا المؤتمر هو التأكيد الحي بما أطلق من أن مؤتمر شرم الشيخ هو مؤتمر التنفيذ، لم يكتفي بالقرارات التقليدية وإنما سعى منذ اللحظة الأولى ومنذ الإعداد خلال السنة الرئاسية الانتقال من الرئاسة البريطانية للرئاسة المصرية بتكريس أهمية التنفيذ، وتجسد ذلك في النجاح بعد مشاورات مطولة ودقيقة بأن يضع على جدول الأعمال قضية الخسائر والأضرار، وأن يتعدى ذلك بأن يتم اعتماد مقرر ينشئ لأول مرة صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة التحديات الضخمة وتعرض عديد من دول العالم خاصة الدول النامية للتداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ. هذا إنجاز تاريخي بعد 27 سنة من التناول من المطالبة من الدول الأفريقية الدول النامية أن يتحقق ذلك، فهو نجاح للمؤتمر، نجاح للأطراف، ونجاح لمصر التي ترأست هذا المؤتمر ودعمته وعملت على تجاوز كل التحديات المرتبطة، كل ما تم من مشاورات وقيادة العمل بشكل موضوعي وشفاف ومكتمل كافة العناصر التي أسهمت من قبل الأطراف لتحقيق هذا الهدف. بالتأكيد أنه أيضاً البرنامج شرم الشيخ للتكيف هو خطة عمل أخرى تؤكد طموح للحفاظ على درجة حرارة الكوكب عند درجة ونص، بتفتح الباب لمزيد من الإجراءات الطوعية، الإجراءات الحكومية للعمل في مجال تخفيف الانبعاثات، و
بالتأكيد أنه أيضاً خطة الدولية للخطة الدولية للتكيف ودفعها نحو الأمام بحيث يتم الانتهاء من هذا المقرر خلال COP28. هذه بالإضافة إلى عديد من القرارات التي تم اعتمادها، ولكن العناصر الرئيسية هذه بالإضافة إلى المستند المجمع لقمة شرم الشيخ ومؤتمر شرم الشيخ الآن يضع كل القضايا ذات الارتباط والأهمية بقضية تغير المناخ في إطار تنفيذي كمرجع يعتد به ويتم بلورته ووضع الآليات التي تسهم في التحدي الخاص بقضية تغير المناخ. سوف نستمر خلال رئاسة مصر للقمة هذا العام حتى يتم التسليم إلى دولة الإمارات الشقيقة أن ننسق، وقد بدأنا بالفعل التنسيق مع الرئاسة المعينة للقمة، وسوف نواصل العمل من خلال الفعاليات المختلفة من أجل استمرار الدفع قدما لقضية التعامل مع تحديات قضية المناخ. التقدير بأنه هذا العمل والدول المتعرضة للأخطار في معظمها هي دول نامية حتى تستطيع أن تقوم بمسؤولياتها، وهي مسؤوليات تتم في إطار المبدأ الخاص بمسؤولية مشتركة متباينة الالتزامات، لابد أن يتوفر لها الموارد والتكنولوجيا والتمويل الذي يؤهلها بأن تطلع هذه المسؤولية وبدورها، فلديها كل رغبة وكل إدراك لمدى خطورة هذه الظاهرة، وأنها أكثر الدول المتأثرة في حين أنها أقل الدول المتسببة خاصة القارة الأفريقية. فهناك من تضمن في المقرر الجامع تأكيد على ضرورة توفير التمويل لهذه الدول حتى تستطيع أن تطلع بمسؤوليتها إذا كان هناك رغبة حقيقية للحفاظ على الدرجة ونص مئوية، فالأمرين لا ينفصل عن بعضهم البعض. أنا في الحقيقة بشكر سكرتارية المؤتمر، بشكر فريق العمل الذي شارك في كل النواحي الخاصة بالإعداد لهذا المؤتمر، بشكر الأجهزة التي أمنت وعملت على الحفاظ على هذه الصورة التي استشعر فيها كل المشاركين، وهذا أكبر عدد من المشاركين يحضرون مناسبة مثل هذه، ما يفوق 66,000 مشارك. طبعا كل الأجهزة الأمنية التي أمنت وحفظت المشاركين أمنهم وقدرتهم على المساهمة الكاملة في الفعاليات والاستمتاع أيضا بما تتيح شرم الشيخ من مناخ ومن وسائل للترفيه. نتطلع لاستمرار العمل لهذه القضية الوجودية بالنسبة للعالم، تأكيدا للعمل المتعدد الأطراف. كانت مهمة صعبة اختلفها كثير من التحديات، اتصالا بصياغة التوافق والتعامل مع طموحات وأيضا بعض التحفظات، وهي لابد أن تؤخذ في الاعتبار لأنه نقطة الالتقاء هي بأن يكون جميع الأطراف يشعرون بأنه
أنهم يستفيدون من هذا العمل ويطلعون به في إطار القدرات المتاحة لديهم. أشكركم جزيلاً. طرح المصري ليه دور في حل الأزمة دي بشكل عام؟ معلش لو تعيد السؤال. معلش احنا بنسأل على المفاتيح اللي حضراتكم قدرتوا توجدوها لحل النقاط الخلاف اللي كانت موجودة، ايه هي النقطة اللي قدرتوا من خلالها ان انتوا تحلوا المشكلة اللي كانت موجودة؟ والحاجة التانية، هل المقترح المصري كان ليه دور في حل المشكلة؟ حول كافة الموضوعات الشائكة، الموضوعات اللي تم التركيز عليها وتم تداول حولها فيما بين الأطراف دون التوصل للنتيجة، انتهجنا مسار يتيح مشاركة كافة الأطراف ويتيح استمرار هذه المشاورات من خلال توفير والدور الجوهري اللي تم الاطلاع به من قبل مجموعات الوزراء الذين دعموا الرئاسة في تيسير هذه المشاورات وإتاحة الفرصة والاستماع إلى كافة الآراء. وعندما لم تؤتي هذه الوسيلة بالنتائج المرجوة أخذت الرئاسة على عاتقها بأن تستمع مرة أخرى إلى تقارير الأطقم الوزارية، ولكن أن تفتح المجال بشكل مباشر بعد المتابعة لكل هذه المراحل بأن يعقد على مدى 48 ساعة الماضية اجتماعات متواصلة على مدار الساعة في 48 ساعة يعني كاملة تقريباً ما عدا ساعة أو ساعتين للاستماع إلى كافة الآراء والاطلاع على مواقف كافة المجموعات التفاوضية واستخلاص من ذلك نقطة التوافق التي تراها الرئاسة بأنها تلبي الحد الأدنى لطموحات ومصالح الوفود، وهذه هي طبيعة العمل المتعدد. لا يمكن أن يحصل أي طرف على كافة طموحه، وهذا لا ينتقص من قيمة ما يتم التوصل إليه، ولكن عندما يكون هناك طموح فهناك محددات أخرى ربما لابد أن يتم مراعاتها لدي أطراف أخرى هي أيضا لها نفس الطموح في تعزيز العمل المناخ، ولكن ربما تأخذ منحة اتصالاً بما لديها من قدرات، بما لديها من اعتبارات، بما لديها من ضرورة التحقق من أن أي إجراء يتخذ لابد أن لا يكون له أي تأثير سلبي على جهود التنمية. وأخذت الرئاسة على عاتقها أن تصدر نصوص رئاسية وأن تتداول حولها بشكل غير رسمي ثم في إطار أكثر شمولية حتى تتوثق من أن هذه النصوص تصلح لأن تكون أرضية للوصول إلى التوافق. والحمد لله النتيجة النهاردة أثبتت أنه الاتصال الوثيق بكل المجريات على مدى وكل المشاورات على مدى الأسبوعين الماضيين، الاستماع إلى كافة الآراء، الشفافية الموضوعية في كل ما طرحته الرئاسة دون ضجيج ودون بالضرورة الظهور المباشر، ولكن المتابعة الحثيثة وتجاوز أي مؤثرات ربما خارجية كان الهدف منها ليس بالضرورة إنجاح المؤتمر وإنما تشتيت التركيز سواء للأطراف أو للمجتمع الدولي.
Fiona Margaret from The Guardian, so thank you. Mr. Shukri, before this conference, you said there must be no backsliding. But what we've seen here is that an awful lot of countries tried to backslide, tried to go back on previous commitments. Can we, as a world, really make progress on the climate crisis when so many countries are trying to take us backwards? Well, definitely I stand to what I have previously indicated, and it was my objective and intention, and I believe I succeeded in avoiding that any of the parties were to backslide, and we did make it absolutely clear that what was achieved in Glasgow would be the foundation. And that was a bottom line. But it wasn't just a matter of backsliding. We also indicated that we would not accept any backtracking. And I think we have also in the text provided that there wouldn't be any backsliding or backtracking. This is fundamental. But we recognize that there have been indications of a disappointment in certain quarters who had a higher degree of ambition. But that disappointment, I think, should be put in context. I think the level of ambition of all of the parties is equal. They recognize the science, they recognize the existential nature, they recognize the need for the common but differentiated responsibilities. And the basis of maintaining the attachment to the legal framework from within we reach. But there is a need for especially the developing world to be provided the finance so it can undertake the just transition, that it can absorb the technologies, that it can have affordable finance without the extra costs that are encumbered, the increasing debt burden that necessarily causes a disruption and an inability to undertake the same level, to demonstrate in practical terms their ambition, which is equal to every other party's ambition. So it is, I think, important during the year of our presidency until we hand over to the Emirates. I will be an advocate for the preservation of the 1.5, for the increase of all ambition within the capabilities that are available, and in the preventing any form of backtracking or backsliding, and to have certainly the moral courage to indicate when there is a threat of that happening. And again, I highly value the impact of civil society and their commitment and advocacy and the passion of their appeal, which does resonate with the parties and which drives this process forward. We can only do this together. We have risen to the occasion. The parties have heeded my repeated calls not to squander this moment, but to undertake the responsibilities. They have undertaken them. It's even if we consider an incremental increase, we have to recognize and compare where we were at COP1 and where we are today. We have achieved progress. We need to achieve more progress, provide the resources, provide the finance, but the commitment, I think, of all the resources, provide the finance, but the commitment, I think, of the parties is equal. وكل المشاركين قد أدلوا بدلوهم بشكل جيد جدا والكل لديه الإرادة ولا أحد من هؤلاء المشاركين سيخذلنا وأنا أحترم الجميع أحترم كل
المشاركين الذين تعهدوا بالوقوف أمام تلك التحديات.